لاعبي اتحاد بالعباس رجعوا كلية من أجل الدفاع عن مرماهم في هذه الكرة الثابتة. صواري كرتو ضارية ممتازة من هنا، والحارس بقية يتفرج على هذه الكرة. الهدف الأول لصالح اتحاد بالعباس، الهدف الأول لصالح اتحاد بالعباس إثر مخالفة ملعوبة بشكل جيد من اللاعب زواري عبد الكريم، وفرحة كبيرة وسط أنصار اتحاد بالعباس. على ما أعتقد خالي زكريا هو من افتتح. غيابات مؤثرة في تشكيلة المدرب الكناوي، كرة لصالح اتحاد بالعباس يراوغ من هناك بطريقة ممتازة، زرقي يوزع ممتازة. ماذا يضيع بالنحول فرصة ذهبية. الانطلاقة من بالنحول في الرواق الأيسر ينتظر المساندة، تأتي له من هناك عن طريق القرع. القرع يراوغ بطريقة ممتازة في الرواق الأيسر، التوزيع من القرع خطير وصعبه، والدفاع يتدخل. الدفاع يتدخل في آخر لحظة وينقذ الموقف. كانت متأخرة خاصة في الثلث الأخير، كادت الكرة تفلت من يد الحارس طوال عثمان بعد هذه التسديدة. شوف هنا هذه التسديدة من مواقي، لا أقول مهدد بالسقوط، ولكن يريد الابتعاد عن كوكبة المؤخرة، ومحاولة لصالح اتحاد بسكرة ممتازة. ممتازة هذه الكرة من مواقي، ممتازة. شوف الإعادة، انظروا ما تصنعه الأقدام فوق أرضية الميدان. كرة قوية سكنت مباشرة شباك الحارس طوال عثمان. وركنية أخرى لصالح الاتحاد، اصطدمت بالقائمة على ما يبدو. شاهد هنا، نعم اصطدمت بالقائمة، نعم محظوظ ومحظوظ جدا الحارس. مواقي يراوغ بطريقة ممتازة، شوف هنا ممتاز هذا اللاعب، مهاري اللاعب مواقي، مر الكرة ممتازة من هنا خطيرة. ماذا يضيع اتحاد بسكرة، ماذا يضيع في هذه اللحظات اتحاد بسكرة، ماذا يضيع عن طريق برباش. بين أنصار الفريقين زواري كرته طويلة مباشرة من هناك ممتازة. بن عبد الرحمن، فارس بن عبد الرحمن يتمكن من تسجيل الإصابة الثانية لصالح اتحاد بالعباس إثر كرة دائرية. شوف كانت الرأسية، يعني كان لمس الكرة فقط، والكرة سكنت مباشرة شباك الحارس. كن اللي راح يترك مكانه، كرة طويلة من هناك مباشرة لصالح اتحاد بالعباس. ماذا يضيع بوغل منى فرصة سهلة لتسجيل الهدف الثالث. بين اتحاد بالعباس واتحاد بسكرة، مباراة تلعب لحساب الدور الثمن النهائي من منافسة كأس الجمهورية. مواقي شاهدنا الكرة ضربت في اللاعب فارس بن عبد الرحمن، ويعلن الحكم السيد فريد.